وطبعا هالثلاث اسباب مهمه جدا، يعني السبب الاول مهم، السبب الثاني مهم، السبب الثالث يكون محتمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم إخوان الكرام؟ أحوالكم إن شاء الله تكونوا بخير، بسلام، صحة وعافية. ولا تنسوا الاشتراك والضغط على الجرس لتتوصلوا دائما بأحدث فيديوهات هشام هاشم، وأيضا لدعمنا، بارك الله فيكم وفي صحتكم. أيضا لا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الآخرين لتعم هذه الفائدة مع الجميع. فاليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن نقطة مهمة جدا، ولكن العديد يعلم بها، يعني ليس بالأمر الجديد، ولكن بعدما يعني لاحظت العديد من الرسائل من المتابعين تسأل لماذا بالضبط نضع معلومات الخاصة بنا تكون صحيحة أو تكون متطابقة مع حسابات الأدسنس، بمعنى لماذا بالضبط سوف أقوم بتطبيق نفس المعلومات الموجودة في بطاقة الهوية، تمام، بطاقة الهوية الخاصة بي، لماذا بالضبط يجب علي تطبيقها يعني أو كتابتها في حساب أدسنس كما هي في البطاقة الهوية؟ فهذا السبب وراء ذلك، يوجد هناك ثلاث أسباب، تمام، وطبعا هالثلاث أسباب مهمة جدا، يعني السبب الأول مهم، السبب الثاني مهم، السبب الثالث يكون محتمل. يعني السبب الأول، بارك الله فيك، أو لمن لا يعرف هذه النقطة الخاصة بالبطاقة الهوية، أن الأدسنس حينما تصل أنت إلى مبلغ اللي هو 10 دولار، تمام، يتم إرسال لك واحد الكود اسمه بين كود أو الكود، تمام، هذا الكود هذا يعني أتذكر أنه ربما 6 أرقام، تمام، يتكون 6 أرقام وخمسة 6 أرقام غالبا، يعني لا أتذكر. حينما يصلك هذا البين كود الى 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 يعني حينما تصل الى 10 دولار، يتم ارسال لك البين كود الى نفس المعلومات الموجوده في حسابك الادسنس، مع انها مطابقه مع البطاقه الهويه، فسوف يتم ارسالها اليك الى منزلك بالضبط، تمام. فهنا يعني لا يكون هناك عنوان مضلل ويتم ارساله لشخص اخر. هذه النقطة الأولى، يعني تكون يقين أو متيقن على أن هذا الكود هذا سوف يصل إلى منزل، تمام؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لا قدر الله أنه قمت بتركيب جميع أمور سليمة، تمام؟ أن ما يوجد في بطاقة الهوية هو الذي يوجد في معلوماتك الخاصة، وهذه المعلومات آخر كريم هي الاسم الكامل، العنوان المنزل، عنوان ديال الحي، ايضا رقم الهاتف الى اخره. فالنقطه الثانيه، احيانا يتم ارسال لك في المره الاولى لا يصل بالكود، تصل لك المره الثانيه لا يصل، تصل لك المره الثالثه ولا يصل، فهنا ادسنس تضطر الى اخبارك انه يجب عليك تقديم لها نسخه من تلك البطاقة المتطابقة مع العنوان أو العنوان الذي قدمته للأدسنس، يعني يكون متطابقين. فحين تقوم بتقديم لها هذه النسخة، إرسال لها نسخة من شبكة الإنترنت يعني في الأدسنس مباشرة، فهي تقوم بمراجعة البطاقة، ترى أنها متطابقة مع المعلومات الخاصة التي قمت بتقديمها لها سابقا، ويتم تفعيل حسابك الأدسنس، تمام. النقطة الثالثة، وهي السبب الذي يجعل البطاقة الهوية عندها واحد الأمر مهم، هي أنك لا تقوم بتضليل أو إتلاف سميتو سعي البريد. لماذا؟ لأن سعي البريد يكون مبرمج على معلومات التي يتم تقديمها إليه في هذا الحي مثلا، نقول مثلا حي اسمه حي المسيرة، تمام، فهو يعرف يعني جميع الأسماء، ويعرف جميع الأسماء بأرقامها وعنوانها وحيها، تمام؟ فحين أنت تقدم له الاسم الكامل ولكن بعنوان مختلف، فهنا يعني تقوم بإتلاف يعني هذا سعي البريد، فيضطر سعي البريد إما أن يقوم بإرسالها في بيت عشوائيا،
أو يقوم باسترجاعها لأنها معلومات غير صحيحة. تمام؟ لهذا بارك الله فيك، يجب عليك تقديم ليس فقط في بطاقة الهوية، يعني أيضا حتى في الفاتورات الكهرباء وفاتورات أو يعني الأوراق، الفاتورة الخاصة بالأوراق الخاصة بالبنك، يعني تكون عندها أسماء معروفة لدى سعي البريد، يعني كما هو سعي البريد يقوم بإيصالها لك إلى البيت، قدم له نفس ذلك العنوان الذي هو مبرمج عليه. وهذه هي ثلاث أسباب التي تجعل من أدسس أن تطالبك بإضافة بطاقة الهوية تكون صحيحة. هذا طبعا لمن لا يعرف، للمبتدئين طبعا، وأعتقد قد أطلنا عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.